السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من جي اش 5 سيكتور 5. كيف ما كتوضح الصورة، الأشغال في بعض الشقق، الفينيسيو كما كنقولوا، كما كنشوفوا هنايا جابوا التراب على أساس العملية ديال الجارديناج. غادي نهضروا لكم على السيكتور 5 والمميزات ديالو، أنه كيتوفر على يعني عدد قليل ديال الشقاق، يعني مفوه مشمش كامل، والاكثر من هذا فيه واحد جوج ديال الملاعب ديال كرة القدم. صراحة امر يثلج الصدر كما كتوضح الصورة. صراحة عندنا جوج ديال الملاعب اللي في واحد المستوى رائع كما كتبين الصورة، وربما اول مره غادي ندشنو التيران هذا. هنا في الجهه الاخرى عندنا واحد البروجي كذلك اللي تبارك الله تاهو غادي فيه الاشغال، ونحاولوا نديروا ليه شي زياره. هنا كنشوفوا عندنا الملعب رقم واحد وعندنا الملعب رقم جوج، هذا خاص بكره القدم والاخر خاص بالباسكت. كما كنشوفوا هنا قدامنا كنشوفوا واحد البني وكنشوفوا الاشغال كما كتبين الصوره. الناس اللي كيسولوا الاشغال واش ما كاينش الاشغال، فالاشغال هاي قدامكم كتشوفوها، الاشغال كاين. هذاك السيكتور 8 جي اش 8 فين كاين الاشغال، فين كنشوفوا المانيطه خدامه. هنا السيكتور 5، وهنايا عندنا كما قلت لكم المميزات ديال السيكتور 5 هو انه في واحد اتساع، وجاب الجوار ديال المشروع ديال الريف اللي قريب للمسجد هنايا اللي جا في الجهه الغربيه، وكذلك بالنسبه للمجموعه من المحلات التجاريه. كما كتشوفوا صراحه اجواء رائعه هنا، اجواء رائعه، الله يسخر الامور. فضاء مميز، هنا كنشوفوا عشاق الباسكتبول حتى هما ممكن لهم يزاولوا الرياضه المفضله لهم. كما كنشوفوا هنا هاد البارير قريب يتحيد ان شاء الله من بعد ما يتم تسليم الشقق، واللي ان شاء الله عما قريب كنهضروا على نهايه الموسم الدراسي، كنهضروا على حويجات اليوم جايين في الطريق ان شاء الله بحال العيد، وان شاء الله غيكون التسليم هنا السيكتور 5. انتم كتشوفوا الجنبات ديالو. بالنسبه للترقيم النهائي ديال السيكتور 5 باقي ما تعلقش، ولكن غادي يتعلق في القريب العاجل ان شاء الله. نفس الارقام اللي كانوا كيديرهم بواحد الديزاين اللي هو زوين وكيرقموهم الترقيم النهائي، هذا هو اللي كاين، الله يسخر الامور. هذا الفيديو هذا من السيكتور 5، تهلاو في راسكم. الساكنه ديال السيكتور 5 قربناكم من الاجواء كيفاش دايره في السيكتور. السلام عليكم.